الاهلي بيضيف لكل واحد، ما حدش بيضيف للنادي الاهلي حاجه. وعلى فكره ده مش كلام الكابتن محمود الخطيب اللي هو دلوقتي رئيس النادي الاهلي وتقريبا اشهر مشهور في تاريخ الكره المصريه، ده مش رايه دلوقتي. هنفكركم براي الكابتن محمود الخطيب، هو اضاف ايه للنادي الاهلي وهو بيلعب، والاعلاميه الكبيره في ريال صالح وقتها بتستضيفه وبتساله هذا السؤال الصريح. نفكركم ونفكر كل الاجيال كان رد الكابتن الخطيب ايه. طب وماذا اضاف الخطيب بقى للاهلي؟ بس هضيف النادي الاهلي ايه يعني؟ يعني طبعا يمكن بسيب الامر للجماهير، ولكن لو انا فعلا اضفت للنادي الاهلي فانا اضفت للنادي الاهلي عضو عامل في، يعني زودت النادي الاهلي عضو عامل. يعني هو بتعبير ذكي جدا اضفت عضو عامل واحد. زاد عضو عامل. اضفت ايه؟ لكن الاهلي اضاف لي كل حاجه. طبعا هو شوف الاخلاص ياتي ثماره. ايوه الاخلاص ياتي ثماره. تعرف انا فاكر استكمال الفيديو ده الاعلامي الكبير الراحل الاستاذ حمد الكنيسي كان واحد من المائده الاعلاميه اللي موجوده في البرنامج ده، فقال للاستاذه فريال صالح لا خليني انا اتكلم، كابتن محمود الخطيب ممكن يكون متحرج انه يتكلم عن تاثيره، لا هو اضاف هو والجيل بتاعه الكثير من الشعبيه للنادي الاهلي، البطولات اللي بتتحقق والجماهير اللي بترتبط بيه والناس اللي بتقتدي بسلوكه، هي دي الاضافه النوعيه المهمه للنادي الاهلي، وده دور النجم الكبير. انك انت زي ما النادي بيضيف لك، لانه قيمه الاهلي قيمه كبيره جدا بتضيف لكل اللي بينتسب ليها. فلما هذا المنتسب للنادي الاهلي او اللي بيمثل النادي الاهلي او اللي بيلعب في النادي الاهلي يكون عنده هذا الحرص على السلوك السليم وعلى الظهور المشرف، لا انت بتضيف للاهلي كتير، بتضيف للاهلي قيمه وبتضيف للاهلي شعبيه وبتضيف للاهلي مزيد من الجماهيريه، لانك اتوجدت في المكان اللي تقدر تخدم من خلاله النادي الاهلي. صح. انا بس عايز اضيف حاجه. الكابتن الخطيب اعتزل امتى؟ 87. بقى مسؤول في النادي الاهلي امتى؟ بعدها بشهرين. لا 88. لا 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 88. انا بتكلم عليك كمسؤول اداري، عضو مجلس اداره في مجلس الكابتن الوحش. 88 كان المفروض المجلس يستمر ل 92 واتسحبت الثقه في فبراير 92. في ما هي دوره الاربع سنين كان 88 ل 92. وبعدين ابتعد فتره. ابتعد فتره. ده اللي انا عايز اوصله. في فتره ابتعاده دي لما جه الكابتن صالح صدر منه اي شيء بيقول ان انا متضايق بقى، انا بعد ما بطلت وبقيت عضو مجلس اداره ابعد. وكانت بتيجي نماذج تانية اقل منه في التاريخ والشهره والعطاء بس مسؤولين في حتتهم اداريين. لحد ما جاء التوقيت المناسب اللي الكابتن صالح بعديها يمكن ب10 سنين. بعديها يمكن ب10 سنين. كويس. ورغم ان الكابتن الخطيب عندما استقال من مجلس الكابتن الوحش مع المستقلين استقال واتى بعده الكابتن صالح. يعني هو استقال احتجاجا على سياسه معينه شايفها مش ماشيه. فما مع عدد من الاعضاء. مع 8 اعضاء. فلما سحبت الثقه وجاء مجلس اداره الكابتن صالح ثم استكمل الكابتن صالح مشواره لحد 2002 كان ممكن يشعر بغضاضه بقى، انا بستقيل وبعترض على سياسه وانت جيت وما فكرتش فيا. لا، كل واحد بياخد في التوقيت المناسب ويستمر. هذا الاخلاص وهذا الايثار اثر مصلحه ناديه على انه يتكلم في حاجه شخصيه ما يحولهاش قضيه. وبعدين عندما جاء مندفعا لخدمه النادي الاهلي ومشي بقى في السياق اللي كبره واصبح النهارده واحد من انجح رؤساء الانديه عبر تاريخ النادي الاهلي وعبر تاريخ الانديه ويمكن في القاره. بما يقدمه على كافه الاصعده. هو ده اللي بنقوله، عند الاخلاص ياتي بثماره. امتى؟ ما تطلبوش، لانه طالب الولايه لا يولى يا استاذ ابراهيم.